إذن إبداعات الشباب الكويتي متعددة وأثبتوا قدراتهم العلمية والعملية في الكثير من المناسبات المحلية والمحافل الدولية أيضا وفي مختلف المجالات. طبعا في هذه المجالات أيضا مثلوا شباب الكويت خير تمثيل، حصدوا مراكز متقدمة، رفعوا اسم الكويت عاليا بين هذه الدول. نعم، المزيد حول هذه الإنجازات تنضم إلينا ممثل عن الهيئة العامة للشباب ورود جمال العمر الدرباس. حياك الله ويانا أستاذة ورود. الله يحييكم. وبداية خندش وياك على شنو اللي يعني الاحتفال لكم اليوم، يوم الشباب العالمي اللي هو او اليوم شباب الكويتي عفوا اللي صادف 13 مارس. صحيح، شكرا على الاستضافة الجميلة هذه. ومثل ما احنا نعرف ان اليوم الاحتفال بنفس التاريخ، فكانت هي مبادرة من سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. كانت هناك مبادرة اسمها الكويت تسمع، وعلى هذا الأساس تم إنشاء مكتبة وزير الدولة لشؤون الشباب اللي تستضيف كل الشباب. جميل جدا. لما نتكلم عن الشباب شنو هي المرحلة العمرية اللي نتكلم عنها؟ عمرنا اللي هو المفروض صار من الساعة قاعد يقول هو العمر المتعارف عليه من 14 سنة ل 34 اللي هو عمركم، بس احنا بالهيئة العامة للشباب نستضيف من 8 سنين نحتضن الأطفال إلى أن نوصلهم مرحلة الشباب وبعد ذلك ممتاز. جميل. طيب كلنا نعرفه استاذة هبة ان نسبة الشباب في المجتمع الكويتي تبارك الرحمن كبيرة. صحيح. وودنا نعرف ايضا الخدمات اللي تقدمها هيئة الشباب لهؤلاء الشباب. صحيح، طبعا احنا بالهيئة العامة للشباب عندنا وايد برامج، لكن انا اليوم راح اتكلم عن المظلات الاكبر وهي المشاريع. احنا عندنا مشروع وادي الشباب، وعندنا دوري الإبداع الشبابي وأنشطة المراكز، عندنا كذلك فنون المسرح، مشروع صناع العمل، ومشروع المبادرة المحترفة. نقدر بعد إذنك يعني كل واحد فيهم شلون يخدم الشباب؟ أكيد. طبعا عندنا مثلا على سبيل المثال دوري الإبداع الشبابي يكون في احتضان المهارات اللي هو الرسم، عندنا الروبوت، عندنا أي شيء متعلق بالتكنولوجيا ممكن يكون هذا. في واحد من البرامج كان عن الكودينج وشلون يبدون يعرفون الشباب الصغير التقنيه الرقميه اكثر. هذا واحد من البرامج. عندنا برنامج اللي هو انشطه مراكز الشباب. طبعا انشطه مراكز الشباب فيها كل المهارات البدنيه، فيها النوادي الصحيه، عندنا سباحه بداخل المراكز، عندنا مراكز بادل، كره قدم، اكاديميات كره قدم. وطبعا دائما يكون في ستاف متخصص، الكوتش موجودين يعلمون الشباب فنون الاحتراف. ممتاز. يمكن في هذه المواضيع اللي نركز عليها لاحتضان الشباب، ايضا في هناك من الجانب الاخر السوشيال ميديا، وخصوصا نحن نتكلم عن جيل السوشيال ميديا. صح. وتاثره بشكل مباشر سواء كان من ناحيه سلبيه او من ناحيه ايجابيه، لكن هيئه الشباب شنو تعطي حق الشباب من هذه الفئه اذا نقدر نقول؟ امانه احنا موجودين بجميع يعني وسائل التواصل الاجتماعي، موجودين بتويتر، انستغرام، وعندنا الويب سايت مال الهيئه العامه للشباب في كل المعلومات، والحين مؤخرا صار حتى الهيئه العامه للشباب موجوده في تيك توك. شلون يقدر يساهم هالشيء في الاستفاده؟ الشباب شلون يقدرون يستفيدون من مثل هذه التقنية؟ اول ما يبدون يعني يدخلون على الويب سايت او على الانستغرام راح يشوفون كل الدورات، ويقدرون ينمون مهاراتهم بحيث ان كل واحد يشوف شنو يحب ويقدر يشترك. ممتاز. جميل. استاذ ورود ما يخالف مساعدة ديتك هبة، انا اسف. استاذ ورود، المخدرات يعني ننتقل لنقطه المقصود فيها الشباب بالتحديد. صحيح. مخدرات عدو فتاك للشباب بشكل عام. وزارة الداخلية لهم منا أجمل تحية، بارك الله فيهم وبارك الله في عملهم. قاعد نشوفهم في الآونة الأخيرة قاعد تسخر جهودها، وقاعد نشوف هي من زمان لكن في الآونة الأخيرة قامت تطلع على السوشيال ميديا وتطلع على مواقع التواصل الكميات الكبيرة اللي قاعدة تمسك من هذه، إن كان عصابات ولا كان مخدرات إلى آخره من هذه الأمور. ولكن ايضا يعني جنودها ومحاربتهم لرجال وزاره الداخليه لهم منا كل تحيه. هذا دور. صحيح. لوزاره الداخليه. نبي دور
الهيئة العامة للشباب شنو هو، خاصة في توعية الشباب أكيد لمثل هذه الآفة؟ طبعا يعني هو دائما سبب التوجه للمخدرات يعني من اللي احنا لاحظنا، اما انه يكون الشاب جدا مترفه وهو عنده وقت فراغ قاتل فيتجه للمخدرات، او انه هو يكون عنده خلينا نقول مثل مشاكل اجتماعيه فيهرب من المجتمع ويتوجه نفس الوقت للمخدرات، فهذول النقطتين يلتقون في شيء واحد اللي هو وقت الفراغ. فاحنا دائما نقول حق الاهالي لازم تشغلون وقت فراغهم من وهم صغار، اذا كان عنده هوايه مثل كره القدم او هوايه السباحه، هذا الشاب او الشابه راح يطلعون كل طاقتهم في هذا المجال، فما راح يكون عنده وقت انه هو يتوجه للمخدرات أو ربع السوء أو كذي، خصوصاً أن احنا عندنا في مراكز الشباب دائماً مثل ما ذكرت أن الستاف موجودين، الشباب الموظفين بالهيئة، عندنا المدربين موجودين، فأي ملاحظة على طول ولي الأمر يبلغنا. فأنا يعني من وجهة نظرنا في الهيئة العامة للشباب أن احتضان الشباب وتطوير مهاراتهم ونشغل وقت فراغهم في أبسط الأشياء اللي هو يعتقد أن هذا أصلاً ممكن أنه يكون شيء مو مهم، هذا الشيء الصغير احنا بالنسبة لنا نقدر نطوره ويكون مهارة ووظيفة له بالمستقبل. ممتاز. طبعا يعني يمكن خصوصا في هذا الموضوع لما نتكلم عن الفراغ وعدم إيجاد شيء يشغل الطفل أو الشاب أو الشابة، فتوجههم فعلا يمكن يكون هذه هي النقطة الأساسية لهذا التوجه، توفيركم كل مختلف سبل الهوايات والمواهب وتركيزهم عليهم هذا شيء جدا مهم. احنا هني أنا قلت قبل شوي في برنامج العالم هذا الصباح بصراحة اللي شفناها من شبابنا بالكويت وبناتنا كان شيء مشرف جدا، يعني وايد كنا فخورين في هذه النماذج ان احنا نستضيفها، وفعلا كنا نحس بالفخر والاعتزاز لوجودهم معنا. حضرتك من خلال علاقاتك مع الشباب في هذه النماذج شنو نقدر نقول ان شفتي شرائح حسيت انها فعلا مشرفه للمجتمع؟ امانه يعني انا الشاب اللي قاعد اشوفه والشباب اللي عندنا قاعد يحسسني بالفخر. ما ودي اذكر اسم عن اسم لان احنا عندنا تقريبا 13,000 مشارك في جميع البرامج اللي عندنا. قبل اسبوعين كان في تكريم ل 21 شخص كلهم حاصلين على جوائز عالميه. فهذه اكثر المجالات اللي تحسينهم عيالنا مهتمين فيها شنو تحسين؟ والله كل شيء، احنا كل ما نفتح برنامج المقاعد التسجيل يكون اكثر من عدد المقاعد، الاكثر مهتمين بالتكنولوجيا، يبون يعرفون اشياء اكثر، يبون برنامج الكودد اللي هو شلون يسوون الويب سايتات وكذي اكثر. هذا المستقبل بالنهايه، يعني هذه هي صحيح هذا توجه الشباب الحين لهم اكثر. جميل. يمكن قبل شوي ذكرتي ان وقت فراغ استاذ ورود، يعني في بعض الاحيان يمكن احنا الفتره الاخيره قاعد نشوف اغلب العيال يكونون قاعدين بالبيت صح مع اهلهم، لما تقول له اطلع برا، روح العب، روح مارس رياضه، روح النادي، ايا كان، نشوف في عدم قبول من بعض الشباب وليس الكل، وايضا في بعض الاحيان نشوف اولياء الامور ما يقبلون هذا الامر، يقول لا يعني مثلا خاصه الام، خل ولدي لا يطلع، لا يحوش شيء، لا يتعور، لا. والبنات بعد اكثر يمكن يكونوا متعرضين حق مثل هذه. شنو الحل وياهم؟ يعني ويا الشباب ويا اولياء الامور؟ طبعا هذه يعني احنا ما نقدر مثلا اني بولد عمره خلينا نقول 18 سنه ونقول يلا العب كره قدم، وفي ونجحوا، لكن احنا هذه الاشياء ناخذها من وهم صغار. يعني لما الطفل من عمره 6 سنين او 7 سنين يبدا يروح المركز يتدرب، يتعلم سباحه، يتعلم كره قدم، هني يبدا يشغل وقت فراغه. لما يكبر يعني خلاص يكون هو متعود على هذا الروتين فيكون سهل عليه. اللي يخافون على عيالهم انهم يطلعون وكذي يسوون شيء بالبيت مثلا الرسم، هذا ما في خطر يعني. فانا اعتقد انه لازم توعيه اولياء الامور انه يبدون ينتبهون على الاطفال من داخل البيت من وهم صغار. طبعا احنا عندنا جهتين يمكن اللي مسؤوله عن الطفل، اللي هي اكيد التربيه والمدرسه وهذا قسم، وايضا البيت، والبيت له اكيد واجب جدا مهم. صح. المحيط الطفل اللي لما يكبر بعدين يصير مراهق ويصير هو اختياره للاصدقاء، هذا ايضا شيء جدا مهم في حياه الطفل، لان هذه المنظومتين ما تقدر تتحكم بهذه الجزئيه، شلون ممكن نحتويها؟
لما انت تدخلينا مكان في بيئة صالحة مثل النوادي تكون تحت اشراف معلمين او تربويين حاصلين على شهادات معتمدة، انت هني حميتي ولدك او بنتك بحيث ان انت تدرين هذا الولد وين رايح ومع منو قاعد، واكيد اللي يكون مسؤول ومشرف على المجموعة هذه راح يلاحظ انه والله في سلوك غلط، ممكن تقويم هذا السلوك او هذا يحتاج مثلا رفع لبعض المهارات، فهني نكون حمينا اولادنا لما احنا نوجههم لمكان احنا عارفين ان هذه بيئة صحيحة يكون موجود فيها. جميل. شنو يحتاج شبابنا؟ نماذج كثيرة عندنا نفخر فيها. شبابنا جبار. تبارك الرحمن فعلا أستاذ أوروبي. شبابنا تبارك الرحمن يعني طاقة قوية وعالية، ونفس الوقت قاعد نشوف مخرجات وقاعد نشوف عالم عندنا تبارك، عسى الله يبارك فيهم إن شاء الله. فعلا شباب نفخر فيهم. صحيح. شنو اللي يحتاجونه حاليا بعد ما مثلا نقول احنا وصل اللي هو يبي أو وصل لمرحلة معينة، شو اللي يحتاج علشان يستمر؟ شبابنا يحتاج توجيه بسيط أو رفع مهارات بسيطة. يعني عادة في ناس يقول لك أنا أحب البرمجة لكن أنا ما أعرف وين أتوجه، فأول ما تبدي توجهه صح ادخل هذا البرنامج، وهي خطوة صغيرة اللي احنا قاعد نسويها تشوفه هو أبدع في هذا البرنامج. فاحنا بس الشباب اللي أعتقد أنه يحتاجه التوجيه صحيح ورفع بعض المهارات اللي هي مرات تكون سلوكية أو مرات تكون مهنية. ماذا عن الاحتواء أستاذة ورود؟ يعني إذا كنا بنتكلم عن بعد ما يكون هذا الولد نمى مهاراته، الخطوة القادمة اللي راح يبحث عنها هو التقدير والاحتواء بالنهاية. صح. وتبني هذه الطاقة، هل يجد الشاب الكويتي مثل هذا الاحتواء بعد أكيد المهارات؟ أكيد. إحنا عندنا بالهيئة عدة برامج مثل ما قلت لك، عندنا حتى بعد التخرج من الجامعة برنامج اللي هو صناع العمل يعطي بعض المهارات المهنية، ينزل شاب ميداني وبعدها يأمن له وظيفة. فإحنا عندنا يعني مو بس من 8 سنين إلى أن يتخرج من الجامعة، لا إلى أن يتوظف، وبعدها هم نقدر نتابعه. يعني هذا معنى الاحتواء اللي كنت قاعدة أتكلم عنه فعلا. يعني أعطيكم العافية على هذه الجهود. اليوم بالكويت إن شاء الله راح يقام اجتماع وزراء الإعلام العرب، وهذا أمر يعني طبعا الشباب وقضاياهم راح يكون محور دائم على طاولات الاجتماعات في أغلب القمم. هذا اندلف انما يدل على الاهتمام الدائم بالشباب، انت ايش رايك؟ طبعا اكيد. يعني انا اشوف ان دوله الكويت ملمه في الشباب، محتضنتهم، دائما تحاول تقدم برامج اكثر. امانه يعني مثل ما قلت احنا بس نحتاج توجيه بسيط. نسبة الشباب بالكويت وايد كبيرة، أكثر من تقريبا نصف المجتمع، فعادة احنا نهتم بهذه الفئة وايد، وبس يحتاجون يروحون المكان الصحيح والله يوفقهم. طيب نصيحة قدمينها ورود للشباب الكويتي وأيضا لأولياء أمور الأطفال اللي إن شاء الله هم شباب المستقبل. أولياء الأمور أوجه لهم نصيحة واحدة، لا تخافون وايد على عيالكم، خليهم ينزلون ميداني، خليهم يشوفون شبابنا وايد فاهم وعارف، أول ما يبدي يحتك بالمجتمع ينصدم إنه غير عن الكتب. فخلوه يمارس المهنة، خلوه يحتك بالمجتمع، خلوه يعرف يتعامل مع الناس، وتشجيع على أكيد المواهب. وأكيد إنه دائما يحتاج دعم، لأن في أشياء بسيطة ممكن تكون مهارة عند الولد، أول ما يسمع أي تعليق سلبي ممكن يكون محايد حتى مو سلبي يقول لا خلاص أنا ما أبي. فدائما نحتاج من أولياء الأمور إنهم يشجعون. هذه نصيحتي لأولياء الأمور. للشباب والأولاد والأطفال دائما إذا عندك مهارة حاول تنميها، لا تستحي منها واشتغلوا. عجبتني نصيحتك لأولياء الأمور. أول يعني امرأة تمر علي وتقول لي خل العيال يطلعون، أو يعني الأغلبية يخلون مثلا عيالهم، أو توجيهات لأولياء الأمور يقول خل الولد بالبيت لا يطلع. لا لا، بس النصيحة هذه فعلا في محلها، مثل ما ذكرت أستاذة ورود أن الولد أو البنت حتى لما يطلع، أو بالأحرى الولد احنا نقول أنه ينزل الشارع ويطلع ويشوف ويتعلم، يمكن اليوم ينطق، يمكن يطق، يمكن يتعلم، لازم يتعلم هذه الحياة بشكل عام. فبعدين هذا الأمر يرجع له هو بالفائدة، أساس أنه حتى لو يطلع مرة ثانية خلاص اكتسب خبرة معينة، صار له موقف معين رد، يقدر تالي إن شاء الله
يقدر يحل هذه المشكلة، يقدر يحل هذا التحدي اللي قدامه، يكبر مع هذه الأمور. احترمك على هذا، على هذه النصيحة. بس حتى البنت ايضا يعني ابو سعود، لا ممكن اتكلم مو قاعد افرق، لا انا كنت ادري انك بتقولها بس يجي البنت حتى بس ايضا البنت مواجهتها للمجتمع، اثبات ذاتها، يعني لا نزال مهما تطور العالم لا يزال هناك في مثل ما تقول يعني مثل شعور في ان البنت لازم تثبت نفسها في اي مجال مجالات. ايضا هذا من صحيح. دور من دور الهيئة مثل ما قلتي شعور، يعني انا الحين بنت امثل هيئه عامه للشباب، انت يا بنت تمثلين مذيعه في تلفزيون، فانا ما اشوف ان احنا في هذا اليوم في فرق بين الرجال والمراه. هو فعلا يقدرون يشتغلون بجميع الوظائف، ممكن المراه يكون عليها ضغط اكثر لان تحس في مسؤوليه البيت والاطفال، وكذلك ترى الرجل يحس في مسؤوليات البيت والاطفال. يعني انا عندي ان المسؤوليه نص نص، مشاركة. نص متشاركة. متشاركه نص بالنص. كلها انتم الاحسن، كلها انتم الاحسن. استاذه طبعا ورود جمال عمر الدرباس ممثل عن هيئه العمل للشباب، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، بارك الله في عملكم، تشرفني بوجودك. يعطيكم العافيه يا رب. للشرف. اذا مشاهدينا ناخذ معكم هذا الفاصل ونعود لنستكمل باقي فقرات العالم هذا الصباح، خليكم معنا.